جلوكوما او جلوكوما كده سيبتي كده كلاسيكيشن جلوكوما زايدر كونجنيتال جلوكوما هو اكوايرد. اكوايرد فيه برايمري، برايمري يعني هي الديزيز الاساسي هو الاولاني. فالبرايمري جلوكوما ديت بيسموها او تقسيمه اوبن انجل او كلوز انجل او نارو انجل. والسكندري جلوكوماز، السكندري جلوكوماز اللي هي ديزيز تاني هو الرفاع الانتروكال. بمعنى الكلاسيكيشن الاولاني اللي احنا بنقول هي اوبن انجل ولا نارو انجل. ولما بتكلم عن انجل انا عندي اساسا جلوكوما ديت، عندي سكريشن اوف ايكوس ودرينج اوف ايكوس. السكريشن اوف ايكوس بيزيكالي بيجي من السيلر البروسيسز بالسيلر. الايكوس بيبقى سكريتد منها بيمشي في البوزيل تشامبر وبعدين بيطلع جلوبل على الانجل او على الاتين تشامبر. الاتين تشامبر مفتوحة مش دعوة بيها لسه.
يعني كلوز انجل مش معناها كلوز ترافيكا مش ورك، او الاوبن كلوز ترافيكا مش ورك ممكن تبقى اوبن انجل. الاوبن انجل والنارو انجل اللي هي الجروس ابييرنس بتاع الانجل. طيب ايه الاستراكشرز اللي موجوده في الانجل؟ ساعات يجي السؤال ده، ايه الاستراكشرز اللي موجوده في الانجل؟ لو انا شايف الرسمه دي كده وبسيط
بيكون ايه الانجل؟ بريزم. بريزم. البريزم هيديكيت الريز هيوريني في الجنب. يبقى انا هحط عدسه على الايه؟ ابص منها عند الجنب هتوريني الناحيه الثانيه. يبقى دي يسموها دايركت كونوسكوب. دايركت كونوسكوب. انا باصص على الحته اللي انا عايز ابص عليها على طول. باي ابريزم لايت لينز. يبقى دي دايركت كونوسكوب. الحاجه الثانيه اللي هي تكون مرايه. دي يسموها ان دايركت كونوسكوب. ان انا المرايه عندي كده ومرايه هنا. فانا ابص في المرايه ديت عشان توريني الناحيه دي. انا ابص كده عشان توريني العكس. يبقى انا حاطط كده المرايه. انا ابص المرايه هنا عشان توريني الانجل دي. يبقى ده اسمه ان دايركت كونوسكوب. يبقى الكونوسكوب بقت ان دايركت ثرو ابريزم لينس او ان دايركت كونوسكوبي باي اميرور لينس اللي هي زي الثري ميرور. يبقى دول هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها الاستراكشرز اللي احنا قلناها دي اساسي الاول عشان اقول انها اوبن ولا مش اوبن. تمام؟ يبقى لو انا موجود جوه الانجل وانا بايجونيوسكوب هشوف المنظر ده. كويس؟ فانا هشوف المنظر ده هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا الاستراكشرز اللي انا بشوفها من الانجل زي ما احنا قلنا من فوق كده هي باديه بالباكو باكورنيا. ده الباكو ذا كوريا. بعد الباكو ذا كوريا هلاقي خط ابيض كده اللي هو الشوالز لاين اللي هو الاندو ديسمس ميموري. وبعدين هلاقي جزء الترابيكا مشوار نون بيجمنتد اند بيجمنتد بارت. كويس؟ خط بني اللي هو وبعدين بعد الخط البني الغامق ده اللي هو البيجمنتد ترابيكا مشوار هلاقي خط ابيض. الخط الابيض ده هوت يعني ده اللي هو السكير ستير. بعد كده ستير واحد دارك بيجمنتد شويه كمان ده من انتيريور سيرفيس وده سيلري موديل. وبعدين ربطه في الاوس. يبقى ده جروب ستراكشرز. يبقى انجل كلها مفتوحه خالص. اللي انا هبص عليهم هنا كده الخط الابيض ده هو كده ده الباكو ده كله. الخط الابيض اللي موجود ده كده الحته دي شوالز لاين. وبعدين الجزء البيجمنتد بارت ده البيجمنتد بارت ده الطريقه مش بارت. وبعدين الابيض ده هو السكير سفير الدارك بيجمنتد انتيريور سيرفيس اوف ذا سكير بودي وبعدين بتقول دي خلاص. طيب لو كل الاستراكشرز دي باينه ابتداء من الشوالز لاين لغايه بتقول دي ارس كلهم باينين يبقى دي كومبليتلي اوبن هاند. تمام؟ كل ما هتبقى شالو هتبتدي تضيع لي خط منهم وعاملوها جريدنت بقى اي بي سي. يعني لو انا شايفهم كلهم كده اهو ابيض بيجمنتد ابيض بيجمنتد دكتور دي ايس كومبليتلي باين. لو ابتدت اشاله شويه هلاقي ايه؟ هلاقي بيجمنتد بارت اوف دي ايرس بيجمنتد بارت اوف ذا سيلري بودي يبقى في صراح الحته دي يبقى اول جريد اوف شال يبقى لي سكير سبير. بس كملت شويه السكير سبير الخط الابيض راح يبقى دي الجريد اللي بعد كده. كملت شويه البيجمنتد بارت راحت. كملت شويه خلاص ده الشوالز لاين راح دي قفلت خالص وصلت الباك اوف اكور. يبقى اكوردنج لو انا شايفهم كلهم بقت اوبن انجل. لو مش شايفهم كلهم يبقى كومبليتلي كلوز انجل. وبينهم ستيجز كل خط يروح بستيج اي بي سي. يبقى ده الاستراكشر بتاعي اقسمه اوبن انجل او نارو انجل او شارو انجل. تمام؟ من كومبليتلي اوبن لكومبليتلي كلوزد وكل خط يروح يبقى ستيج في الحفله بتاعتي. كويس؟ طيب يبقى اول حاجه انا قلت دي اوبن ولا كلوزد. في كذا حاجه بعتمد عليها في كل جزء. احنا قلنا اتس رايز اوف انتروكال بريشر ذات ويل افكت اوف تيرن. يبقى لازم اقيس الانتروكال بريشر. اقيس الانتروكال بريشر ازاي؟ لو انا عندي بوره عندي كورة. الكورة ديت حطيت فيها هواء. منفخة. تمام؟ مسكت الكورة دي أو بالونة، هعمل فيها حاجة من حاجتين. أول حاجة إن أنا هاجي البالونة ديت وأقوم جايب صبعي كده وبرسه في البالونة. بس هيحصل إيه؟ صبعي هخش. لو هي البالونة سوفت صبعي هخش. لو البالونة منفوخة جامد كورة منفوخة جامد صبعي هيوجعني. مش هيخش. كويس مش هيخش. ده
يسموها طريقه الانديتيشن انا دخلها صوب احتياج ان انا بستعمل وزن ثابت توب بريشر ثابت وزن ثابت وبحاول اندنت بيه السيرفيس وبشوف هو دخل فيه قد ايه دخل فيه كتير يبقى تنشن صافي دخل فيه قليل او ما دخلش يبقى تنشن تمام يسموها اندنتيشن النوع الثاني ان انا اقيسه باي ابلانيشن ابلانيشن يعني ايه؟ تسطيح مش هفضل بصبعي لا مش وزن ثابت واضغط بصبعي لا ده انا الكوره عندي كده وهبتدي اعمل لها فلاتنينج بايدي سيرفس انا هعمل لها فلاتنينج بسيرفس معين اوف فاريبل ويت اند بريشر يعني اضغط لغايه ما يحصل لي فلاتنينج لمساحه محدده الضغط اللي انا محتاجه عشان اعمل فلاتنينج وسيرفس اريا لو زايد هيبقى عشان زايد لو قليل عشان اعمل فلاتنينج الكلام ده هيبقى تنشن يبقى دول الطريقتين اللي يسموا اندنتيشن وابلانيشن اول واحده طبعا الديجيتال ميثود اللي هي الراف ميثود اللي احنا عارفينها اول واحده اللي هي الاندنتيشن الاندنتيشن بستعمل فيها الكاس ده اللي هو يسموه شوت سترومتر شوت سترومتر ده اندنتيشن طيب فكرته ايه؟ في ويت ثابت وفي البلانجر اللي موجود ده معدي كده العمود ده بيتحرك والحته دي فوت بليت العيان لازم يبقى نايم على ظهره العيان نايم على ظهره لو هو صغير مش هعرف انيمه لو عنده حاجه في السباين مش هعرف انيمه لو في مشكله في تنييمه لازم انام على ظهره بحط سيرفس استاتيك وبعدين ببتدي احط دي كده والبلانجر ده يبتدي بالويت الثابت بتاعه يخش في الكوريا يندنت الكوريا وده سنتي فوق نزل كتير يبقى معناه سوفت هلاقي السكيب ده اتحرك سنتي كتير كده مسافات ما نزلش يبقى صفر ما اتحركش يبقى تنشن هقرا التنشن ازاي؟ اشوف الرايه هي نزلت قد ايه هنا المليمترز في جدول يحولها لي يبقى انا اشوف نزلت مثلا 3 مللي ابص قصاده 3 مللي ابص قصاد الناحيه الثانيه او قرا لي هي 3 مكتوب قصادها انتركا بريشر كيس كذا يبقى ده كونفرجن مشكله الاندنتيشن ايه؟ مشكله الاندنتيشن يقول لك از افكتد باي سكليرال ريجيد يعني ايه سكليرال ريجيد؟ ايه الكلام ده؟ عارفين عجله العربيه؟ عجله العربيه هجيب عجله العربيه وهنفخها على 28 العربية العادية وهنفخها على 28 عجلة العربية من بره العجلة العادية كده هركبها المول بتاعها كاوتش سليك مش هاخد العجلة هاخد اللي جواها عارفين اللي جواها؟ اللي هي العوامة بينفخوها العوامة السودة دي عارفين اللي بيروح بيها البحر ويقعدوا عليها كده وتلاقيها بايظة وطالع منها حتة في الجنب كده متصلحة قد كده هاخد اللي هي العوامة هاخد العوامه الجوانيه دي وهنفخها على 28 بار البريشر هو هو لو انا جيت وهعمل صبعي فيهم كده كويس لو انا صبعي كده العجله الاساسيه اللي كاوتشها تخين المول بتاعها تخين هتديني سنسيشن انها ناشفه لكن العجله الثانيه اولزو اللي هي رفيعه اللي هي بتاع اللي جوه اللي العوام حتى لو مفخها على 28 هحط عليها صبعي كده هحس انها لا اطرى ليه؟ لانها تخين فيبقى الاندنتيشن ده از افكتد باي سكليرال ريجيد لو السكليرال ريجيد وناشفه يبقى ممكن تديني فور سنسيشن تنشن عالي لو السكليرال ريجيد قليله والتن وهي سوفت يبقى ممكن تديني سنسيشن في الاندنتيشن انها سوفت از افكتد باي سكليرال ريجيد وافتكر العجله والعوامه وبيجي سؤال كده انتوا هتحبوا الحاجات بتاعت السؤال بقى يجي سؤال كده جيف وان ليميتيشن فور ذيس انسترومنت يبقى هيدروكا بريشر ميجرد باي ذيس انسترومنت از افكتد باي ذا جوريوس كيرج بس النوع الثاني هو الابلانيشن ليس هو شوت ثرومتر بس النوع الثاني اللي هو يسموه ابلانيشن اور جولدمان ابلانيشن ثرومتر الجولدمان ثرومتر هو الجهاز ده هو
ويرجع عند سي شارب، فالعيال بيبقى قاعد ولازم يكون عندك سي شارب. وفي كون في الاخر كده، الكون في الاخر ده له سيرفيس اريا معينه اللي هي 3.26 مليم. هحط نقطه سيرفيس استاتيك ونقطه فلوريسين، وهحط الكون ده خليه يلبس كوري على سي شارب. وبعدين النقط ديت يديها رايت رقم بريشر على طول. يعني هنا ديت ده على كام؟ ده على 1 12 13 دي 10 20 يبقى ده 13. وهبتدي من الصفر ازود البريشر. اتس نوت فيكست ويت، يعني كان فيكست ويت واشوف بينزل قد ايه. ديت فاريبل بريشر تو ابلانيت افيكست داي اللي هي 3.6. وابتدي ازود البريشر لغايه ما الاريا دي تبقى فلات. بعرفها ازاي؟ هي ده بريزمات فوق، فبتديني خطين كده بريزمين سبليت ايمج انتو نصين كده. فلو حركهم ساعه ما يجي تاتش بيتقلب كده معناها ان هو خلاص بقى فلات للاريا. ده از بيتر. واي؟ بيكوز ات از نوت افكتد باي كوريا سكير ريجيت. ده ما بعتمدش على نقطه، لا ده انا ابلانيت اسيرفس. كل ما السيرفس زاد الايفكت الكوريا سكير ريجيت زاد. مالوش ليميتيشن؟ اه له ليميتيشن. ايه الليميتيشن بتاعتي؟ ايه ده؟ اسامه بيدياتريك. اه الاطفال مش هعرف اعالجه. فبتاع ده ايه بقى بدايله؟ اللي اسمه بيركنز هاند هيلد. بيركنز هاند هيلد ابلانيشن يبقى في الاطفال. الدروباك الثاني او الليميتيشن الثاني انفينجونيا. يعني ايه انفينجونيا؟ ده معمول له كاليبريشن اوريجينالي على ان الكورنيا بتاعتنا حوالي 500 ل 600 مره. هو الكاليبريشن بتاعه على كده ان هو يعمل فلاتنج للكورنيا 500 مره. لكن لو كورنيا ثينر ممكن ما يديش اكل الريزلتس. زي امتى؟ او المشكله دي تبان امتى؟ بعد الليزك. بعد الليزك لان انا اي ريموف فروم ذا كورنيا. فالكورنيا بتبقى ارفع من 500. الكاليبريشن مش مظبوط، هقيس بيه هقيس بس هيبقى مش هو القرايه الصحيحه. فابتدوا يعملوا كوركشن فورمولاز كده عشان يعني يمشوها. فيبقى وان درو باك از فين كورنيا. نمره اثنين الريجولار كورنيا. عيان عنده كيراتوكونس، عيان عنده اوباستي وريزد وكلام من ده، مش هيعرف مش هشوف فيها الكلام ده. فيبقى فين اور الريجولار كورنيا. والبيجاتك طبعا والحاجات الثانيه مش عارف ينام مش عارف يحط الحاجات العاديه. في نوع ثالث اللي قلنا بيس حط الكورنيا اصلا على ستام. العيال بيقعد على ستام كده الجهاز نفسه بيلبس الكون بيلبس الكون اللي هو الرفيع ده. المفروض تشوفوه فوق يعني مع المعجين بص عليه فوق. اللي مش هتشوفوه شوفه على ستام اللي هو بيبقى زي ده بالظبط. يبقى زي بالظبط كده ده هو ده راكب على سي تاب. العين بتحط سيرفيس استاتيك وفلوريسين وعلى بلو لايت وخليه يلبس الكورنيا وبيحرك ديت لغايه ما يحصل تاني. واقرا السؤال اللي جاب ده برضه ايه الليميتيشن ده؟ فين كورنيا او الريجولار كورنيا؟ ايه ده؟ بحط فلوريسين علشان الكونز اشوفه يبانوا احسن. التو كونز الكون اللي قدامي دول شايف الكون ده؟ الكون اللي قدامي ده في بريزمات بتسبليت الايمج. بتسبليت الايمج بحيث انها هشوف سيمي سيركلز نص نص. لو على التيرز العاديه مش هتبان قوي. فانا بديها فلوريسين عشان يخضر شويه تبقى كلام مارك اشوفها احسن. بالفلوسين. عايز تبقى تبان احسن اكتر هستعمل جوه الدولفين. لو مفيش حاجه ثانيه اسمها ايه بقى؟ اير باف ترومتر او نيوموترومتر. ايه الاير باف ترومتر ونيوموترومتر؟ مع الريجولار سيرفيس مع التين كورنيا استعمل كده حاجه زي التوتوبان او نيوموترومتر. بيعمل ايه؟ بيطلع ستريم سترونج ستريم اوف اير هواء. بقربه العين وبقوم دايس وطالع هواء وبياخد الريفلكشن بتاع الهواء في ديتكتورز. طبعا لو هي سوفت الريفلكشن بتاع
القهر وبيقراها على طول. عيبه الوحيد انه بيخض. انا والله سيب بيخض صحيح، انا اتخضيت منه. لان انت بتيجي كده بتخض قدام العين. كويس؟ والعين فاتح من بعيد بيستوعب برضه. معايا مره واحده تلاقيه. بيبقى صوتها نفخه هوا كده. فمش واخد انت بتعمل ايه؟ كويس بنفخه الهوا دي تقول العين خلي بالك بس هتحس بهوا كده يعني. وفي الحر بيبقى كويس. فده اللي هو النيو ترومتر او الايه باف ترومتر. ما فيهوش طبعا بقى ليميتيشن لا ولا هو كونتاكت ولا هو سيرفيس اوف ذا كورنيا ولا ماشي. الموست كومن يوز طبعا اللي هو الجودر. وهو بيفلاتن جزء بيشوف الريفلكشن اوف ذا بافت اير فروم ذا سيرفيس. لو هو قدر يعمل ديفورميشن بيرد لي الويف بديتكتورز بتفيل الارتداله. ما فيش ليميتيشن غير مش موجود. اه وجاي ليه مش ممكن يعني. يس بيدياتريك بستخدم البيركنز اثنيشن. البيركنز اثنيشن بيبقى هاند هيلد اثنيشن. لو عايز تشوفه موجود على الدكتور نهاية كويس؟ هنقول الثاني البروجيكت احنا الساعة كام؟ 4. يبقى احنا قدامنا ثلاث موضوعات. واحد بروجيكت الجلوكوما اوبن انجل كلوز انجل سكندري جلوكوماز زي ما متعودين دايما هناخد فيهم كده ساعة ساعة ونص 2 3 5 ماشي احنا ماشيين خالص. كويس ايه كونجيكت الجلوكوما؟ الكونجيكت الجلوكوما اللي هي كونجيكت الجلوكوما بتحصل في البويز اكتر في الهيستوري ماشي وارد عين واحدة أو عينتين في 25% الكلام اللي هو العادي ده اللي انت عايز تسكت الماتريك تشوز اللي بتضيع على الفاضي. طيب ايه الميكانيزم او الايديولوجي بتاعتها؟ كويس؟ لو انا جيت بصيت على الانجل كده لو انا بصيت على الانجل ذا كوز اوف كونجنتال جلوكوما او ميكانيزمز او الثيوريز اللي بتتقال نمره واحد ان في سام سورت اوف ميمبرين قد ايه؟ انا عندي ميمبرين يعني. هو لا الميمبرين ده مش موجود. نمره اثنين ابنورماليتيز ان ديفلوبمنت اوف ترابيكا مش كويس. ترابيكا مش كويس بتاعها مش كويس. ثلاثه ابنورماليتيز ان ديفلوبمنت اوف ذا كانال مش كويس. اربعه هو الاكثر ان هي انتيريور انسيرشن اوف ذا ايرس في ترابيكا مش كويس. ان الايرس يطلع عاده يبقى في سيرفس اوف سيلري بطن فلاقي الايرس اورجن بتاعه جاي انتيري يعني طالع من كده كويس. يبقى هي بريك ان ده اكل قبل ما تسي ديفلوب طب كده قبل ما تسي ديفلوب ده كده في الشام اور انتيريور انسرشن اوف اورجن اوف ايرس فروم ذا طبيكا. هترتب على كده ايه؟ ان الدرينج العيان ممكن يبريزنت ات بيرث اور ايرلي او ممكن يبريزنت ليتر. كل ما كان بريزنتنج ايرلي كانت الكونديشن سيفيرا يعني ده اللي معقوله من الاول. طيب العيان هيبريزنت ايه؟ او ايه السيمبتومز؟ السيمبتومز الام هي هتيجي تشتكي الطفل بيعيط. الام هتيجي تشتكي ممكن تشتكي بلارج بلو ده لو هي الدنيا واضحه خالص بقى من الاول تشتكي بلارج بلو او ان هي تشتكي ان الطفل عنده فوتوفوبيا ولا كريميشن وليفروسباسم. يقول لك الطفل عمال يدمع على طول بيدمع على طول ومش قادر يفتح في العين. او لو هي ادفانس شويه ممكن تشتكي ان عينه بيضت بقى عنده كوريا بس. يبقى ايه مدام تشتكي بلاك بلو ايه مدام فوتوفوبيا ريكريميشن ليبروسباز مش قادر يفتح عينه او ان هو تشتكي بكورنيا بس دي موجوده على طيب. لو هنتكلم على الس
الساينز زي ما قلنا نمسكهم من الاول زي ما احنا مش الليد في حاجه مفيش حاجه الليد دلوقتي لاكريمال عايز تقول فول ريميشن مش سايد اكس لوكال ماسلز ماليش دعوه صالح بيها دلوقتي الكونجكتيفا ماليش صالح بيها دلوقتي ما فيهاش حاجه الكونجكتيفا اجي على الكورنيا الايرليست مانيفيستيشن اللي اشوفه او الايرلي ساين هو الانتروكا بريشر او فرينج بي ال او يعني فرينج بي ال فالايكوس بيتجمع الايكوس بيتجمع الجلوب وول لسه سوفت السكليرا سوفت لسه مش الكولاجين لسه سوفت فتبتدي عمال يتنفخ 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 طب ما الانتروكا بريشر في الكبار بيعلى بس هل الجلوب بيكبر؟ لا ما بيكبرش لان الكولاجين بقى سوليد فما بيكبرش فهيكبرش خلاص ففي الاطفال الصغيرين الانتروكا بريشر يعلى الجلوب هيفضل يتنفخ لانه لسه الكولاجين بتاع الوولز بتاعته صفر اول حته تتاثر بالكلام ده الحته اللي هي اطرح اللي ليس عندها جوه الليمبس الليمبس برودنينج اور وايدنينج اوف ذا ليمبس از ذا ايرليست مانيفستيشن يبقى الليمبس بدل ما هو خط كده هو جانكشن ما بين الكورنيا والسكيرا هي الحته دي اضعف حته فيها فيبقى ذا ايرليست مانيفستيشن از وايدنينج اور برودنينج اوف ذا ليمبس بدل ما هو خط كده يبقى 2 ملي 2 ملي ونص يبقى عارف شويه الكورنيا اشوف فيها ايه الكورنيا لو انا هبص عليها كده يبقى احنا ايرليست مانيفستيشن وايدنينج وبرودنينج ات ذا ليمبس بعد كده لما حكي تكبر في انكريز كورنيا دامتر يعني هتكبر كورنيا دامتر حته كبير خالص ولازم من الفول اب بتاعي ان اقيس الكورنيا دامتر ايه بتاع جلد ومسطره نورمال بدل ما هو 10 11 مللي ممكن يوصل 13 14 15 مللي كوريا تمام يبقى انلارجمنت اوف ذا كوريا طيب ايه كمان الكوريا بيحصل فيها ستريتش بيعمل تكبر 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 حصل وايد في الليبس الكوريا نفسها حصل لها كوريا انلارجمنت والجلوب كله ينلارج انا عندي من جوه هنا وتحديد ديسمس مبرين مع الانلارجمنت بتاعت الجلوب الديسمس مبرين ما بيقدرش يسترتش بيبتدي يحصل فيه ايه؟ بريكس في الديسمس هيوصل في الاخر لرئه الابيثيليا يقوم عامل ايه؟
يكون زي الميثيليوم شويه فوق، تعمل فيزيكلز، الميثيليوم اللي فوق يطلع من فيزيكلز، ولو كبر شويه الفيزيكل الصغيره تبقى بله. بولي، عارفين الحروب؟ لما بتضحك واحد بيطلع له فقفوقه كده. فالميثيليوم بتبتدي فيزيكل صغيره، هي ما بتكبر شويه تبقى بولي. ده ديوت الميثيليوم القديمه. دول ماي رابشر. فهتسيب كورنيال سيرفيس دينودت. فالطفل يبتدي يشتكي ببين وان هو مش قادر يفتح عينه وبيبربش كتير وعنده فوتوفوبيا. من الميثيليوم البولي والميثيليوم القديمه اللي موجوده. كويس؟ يبقى احنا السيكونس broadening of the limbus, enlargement of the corneal diameter, breaks in distal membrane اللي بسميها half stripe, يخش لي يعمل لي كورنيا قديمه, with increased corneal thickness and hazelness, epithelial قديمه من produce spin, visible for body that may rupture, ممكن يبقى في pain في الفوبيا ولا كده. عشان نجمع مع بعض كده, شفتوا situation زي دي فين؟ دي situation مختلفه. بيحصل فيها برضه ستريتش وبريكس في الديسمس ممبرين وكورنيا القديمة. في الاكيوت هايدروكسوفاريوس في الكراتوكونس وبرضه ستريتش، انا الكورنيا عماله تطلع تبلش لقدام الكورنيا، فالديسمس ممبرين يقوم حاصل فيها بريكس. البريكس بيخش فيها فلويد يديني ايديما اوف ذا كورنيا اللي هي اكيوت هايدروكسوفاريوس. فدول التو سيتويشنز اللي بيحصل فيهم بريكس في الديسمس ممبرين والكورنيا القديمة اللي هما الكراتوكونس و ال اسمها ايه؟ طيب الليمبس ايه؟ بقاسها بدل ما تبقى خط ممكن الاقيها عريضه. عريضه هلاقيها مالي فارشه كده، الليمبس نفسه فارش رمادي، دي ابيض ودي شفافه. الاريا الرمادي اللي بينهم هتلاقيها وسط شويه، بدل ما خط ممكن مليل. طيب احنا قلنا كورنيا، بعد كورنيا في ايه؟ السكيرا. السكيرا هيبقى لونها بلو سكيرا. ليه بلو سكيرا؟ لان السكيرا عماله تسترتش وتكبر والكولاجين فيها قليل، فايت ويل شو ذا كورايت او سيلير بوت تحت، يبقى عندي بلو سكيرا. بعد كورنيا وسكيرا عندي الكيوكيبر. الكيوكيبر هتبقى ديب انتيو تشامبر، ديب انتيو تشامبر، اون ذا بوزس اوف ديب انتيو تشامبر. الحاجة التانية إن أنا أقول بايجوليوسكوبي يو سي ذا انومالي ات ذا انجل، whether a membrane or anterior insertion of the iris. الايرس ممكن مع الانلارجمنت يبقى شوية تريميوس مع الكبر اللي حصل فيه. ليه؟ لأن دي عشان كل دول كبر. ده كله كبر زي المايوبيا، مش المايوبيا الجلو بيكبر. It's one of the causes of deep anterior chamber. الكيراتوكونس deep anterior chamber يعني قصدي نفس، بدل ما هي 3 مليون ونص 4 مليون هتكبر، سواء الجلو بيكبر او الكوريا تكبر. كيراتوكونس مايوبيا بوكسر. يس اهو صح، هي جبتنا دلوقتي ديفرنشال دايجنوز حلو قوي، ان في ناس بيتولدوا عينهم كبيره اللي احنا بنسميها ساعات ايه؟ مجال كورنيا او كراتو جلوبس. افرق بينهم ازاي؟ طبعا انتراكا بريشر كويس. ايه اللي بس سليم؟ يعني النقطه اللي ديفايننج جدا فيهم دي هاف نورمال ليمبس، وما فيش تشيجز ثانيه دي كلها بقى، ولا ديما ولا بريكس ولا الكلام ده، بس ليمبس از نورمال. لكن هنا هلاقي برودرينج اوف ذا ليمبس اند ذا ريمين. طيب بعد ما تيجي تبقى الايرس، قلنا الايرس ممكن يبقى تريبلس شويه بس. كله بيكبر. لا 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 مش هتضيق، ده كله بيكبر، الدنيا كبرت. الكرة بدل ما هي على الدايمتر بتاعها قد كده، نفختها بقت قد كده. فريلاتيف الانتيور تشامبر بتاعتها بقت كبيرة. طيب بعد كده اللينز، اللينز هيحصل فيها ايه؟ اللينز مع كبر العين اللينز هتبقى مور فلاتد. ليه؟ اللينز كانت عامله كده.
اللينس كانت عامله كده. اما الجلوب كبر والزنيولز ماسكه في اللينس هتكون مجهوله تبقى عامله كده. ومع الكبر رجعت ورا شويه. الاكسيال لينث بتاع العين will be increased. هيزيد الاكسيال لينث بتاع العين. فكبرت طبعا بقى to the myopic side. والايرور هيبقى مايوبيك. بس مش مايوبيك قد ال that could be accounted for by increasing axial length. على سبيل المثال واحد مايوبيك الاكسيال لينث بتاعه بقى 30 متر. فده 24 بقى 30 حقيقي ماينس 20 مثلا. تمام؟ ده لو بقى 30 مللي برضه ما لقوش ماينس 20 ممكن الاقي ماينس 11 ماينس 10. ليه؟ عشان ده كومبنسيتد له بحاجتين اللي هما بوستير ديسبيسمنت بانس وفلاترنج بانس. كويس؟ فبيقلل الباور بتاعها فبيبعد الريز الباور. فلاترنج وبوستير ديسبيسمنت. فانا الريز ما بتلمش كمايوبيا بترميها على ورا شويه. كويس؟ عنده مايوبيا بس less than to be expected from the axial. Intraocular pressure لو قسته high. Optic nerve will show cupping. انا ماشي بالتخيل عشان ما انساش. Optic nerve هيشوف طبعا cupping. اذا كان هو الجلوب كله بيكبر يبقى عند الاوبتيك نيرف مش هيعمل الكابينج بتاع الجلوكوما هيعمل طبعا. تمام؟ يبقى دي manifestations ايه؟ هنروح دلوقتي اللي هي جلوكوما الصبح قبل فيها هنقول طبعا. ممكن الطفل وهو في بريزنت مع اللي موجوده كل الاوباستي اللي هي الموجوده كده. وممكن لو ادفانس زي ما شفتوا وريتكم قبل كده جلوب از فيري لارج. اللي بس هنا غير كبير اللي بس هنا فيري لارج. الابيثيليوم بتاع العين بعد الاوباستي اللي موجوده ديت طبعا بعد ايه ممكن تسيب اوباستي والإبسيلا من أشعر كله مع الإديمة في أنصر اللي هو موجود هنا. يبقى أنا ماشي اسم. آه شبه بس ده مش هتنسى في نوم. ده إحنا قلنا ده لارج وسمي جلوب. إن الأيرس مش شبك فيه. وإن البلين كله مفيش لوكالايز بارش في كورنيا. إذا الكورنيا كلها كبيرة. لكن التانية بلاقي البلين كده وحته بلش هي مش بلش ده عين كلها كبيره. طيب اعالجه ازاي ده؟ سيبني كده سهله. الاوبسيرموس على فكره ممكن تيجي حد شاف الاوبسيرموس في العنبر؟ شفتوه؟ في العنبر ولا بره العنبر؟ بره العنبر طفل يعني حد من المعارف اي حاجه. اتس دايجنوستيك يعني. اي طفل عينه كبيره لازم اجيبه وافحصه اندر انستيزيا. بشوف له ثلاث حاجات: انتراكوبرا بريشر، الكورنيا والكورنيا دايمتر، والفندس اكزامينشن. اساسي. تاكل جنتال انومالي. علاج الجنتال انومالي السيرجن، مفيش ميديكال تريتمنت. There is no medical treatment. Treatment is surgical. Surgical. العمليه بسميها ايه؟ بسميها كورنيوتومي. كورنيوتومي. يعني ايه كورنيوتومي؟ يعني انا بخش انا في الثير ايس انسرشن او ممبرين فانا بخش بجونيو لينز دي دايركت جونيو لينز دي دايركت تحط جونيو لينز كده وبعدين بخش جونيوتومي نايف بخش من الناحيه دي كده كويس بعدي قدام الايس واجي على الحته اللي موجوده هنا كده واقوم لففها واقطعها الحته اللي عند الايس يعني كده 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 وجيت لقيت العين دي شايفها ومحرك اللايت كده. هلاقيها فتحت زي سوستان. عندكم في مقلبة من السوستان. دي سوستان. دي سوستان. دي كده. انا بخش بالسكينه كده الجوريون في نايف وبخش عند الانجل تمام امسك اسمه ليك ماسك اسمه بس وبعدين اقوم حرك السكينه على كده وهي بتعافر برضه في السكه يبقى انا دخلت ما
ده وتلاقيها فتحت زي صوت الاجل كده، يبقى انا شلت الممبرين او الحته الرومانسي كده لقيت الكلام مش شغال، انا شلت الحته دي كلها ماشي كده جايه. يبقى دي جونيوتومي، بس الجونيوتومي دي عشان اعملها هي البرايمري لاين اوف تريتمنت جونيوتومي، ما ينفعش جونيوتومي اعمل جونيوتومي كمان تمام. يبقى اول حاجه جونيوتومي في جونيوتومي، بس لازم الكورنيا تبقى كبير عشان تفهم داخل فين، لان لو الكورنيا اوبيك انا داخل من الناحيه دي ماليش عارف انا عايز اقف على الانجل عشان شايف اروح فين بقى، ارخبط في الليز تحت ولا في الكورنيا فوق ولا في الايرس، فلازم الكورنيا تبقى ريليتيف كبير وشايف بحيث ان انا احط جاردو واقف ابتدي اعملها في جونيوتومي. يبقى جونيوتومي واحد جونيوتومي اثنين، ما ينفعش الكلام ده او الكورنيا تكون بيك شويه، اعمل ايه؟ اعمل نفس الكلام حاجه اسمها ترابيكيوتومي. الجونيوتومي انا بخش قدام كده على الانتيريور تشامبر وبفتحها من جوه. الحاجه الثانيه اللي انا استعملها ترابيكيوتومي. ايه ترابيكيوتومي ده؟ ده عاده بتبقى لو في فيك جونيوتومي او الكورنيا كانت هيزي او فيك شويه. بخش في الترابيكيوتومي ده. الترابيكيوتومي ده حته كده رفيعه كده وفي واحده كده وواحده كده. بعمل ايه؟ بعمل سيارة كلاب وبعدين بقوم مدكك الترابيكيوتوم ده في الكلام الشامل، يعني من بره كده واقوم مدخله في الكلام الشامل ماشي، بدخله في الكلام الشامل ففي واحده كده وواحده كده وانا ماسكه من فوق، وبعدين وهو في الكلام الشامل اقوم لفه لفه لجوه يقوم قاطع اللي قدامه وداخل على الفيجن كويس. يبقى بدل ما بفتحهم بجونيوتومي من جوه العين كده زي ما عملت كده، لا ده انا بخش من الكلام الشام من في السيره هحط ده مش شايف وابتدي احركه لجوه، يبقى تحكي نفس القصه كلام الشام لجوه تمام. طب ايه فايده بتاع اللي فوق دي؟ لا لا يعني الاثنين، واحده تحت وواحده فوق، واحده بدات كده والفها، يعني انا دخلتها كده دخلتها كده وبعدين قمت لفها طبعا علي اللي قدامهم داخل 30 جنيه. ايه فايدة؟ صح، يبقى دي جايد هي بره ليها. لو كورنيا وبيك ودخلتها في السيرة كده انا مش عارف دي فين. لو هي لوحدها. لكن دي بره ليها يبقى انا عارف دي السكة ماشية كده. يبقى انا لو حركها هوريزونتال ده مش محركها لتحت، مش محركها لفوق، لا انا محركها في نفس البلين الفوقية ده جايد ليا علشان اختيارها. يبقى جونيوتومي ان انا بفتحها من جوه الى تيو تشيبر، ترابيكيوتومي بفتحها بدخلها في ترابيكيو شوك وافتح لجوه كويس. ما نفعش الكلام ده، هعمل حاجه اسمها ترابيكيلكتومي هنقولها مع العمليات الجلوكوم. ما نفعش الكلام ده هعمل بان هجمع لكم العمليات كلها. يبقى دي كونتريت الجلوكوما وتريتمنت اسينشال سيرجيكال، جونيوتومي ثم جونيوتومي ثم ترابيكيوتومي فترابيكيلكتومي اند فاروس. نيجي بعد كده الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما. الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما دي حاجه لطيفه وظريفه خالص. مش عايز مين؟ ده البريفيوم. بوزيشن اوف دريفت ده عايز انجل. بتعملي كده اسمه مراجع. مش سارة. ما انا بخش ما دخلتش تحت ليه؟ لان الاثنين بارل، فانا ماشي بديت والتانية بتدلني ماشي ازاي؟ اللي هي ظاهرة قدامي. الفوقانية ما خليش الفوقانية نازلة كده. كويس؟ يبقى دايما الدنيا ماشية معايا بالعرض. الورقة تطلع كده ولا تطلع كده. والجايد بتاع الفوقانية لقيناها بارلل تحتانية. هما الاتنين نازلين كده والاتنين طالعين بارلل من الشرق. سيركمفرنشال يس. فانا بخش فيها بالتحتانية والتانية بارلل. الاكيوت انجل كروزر جلوكوما عندنا واحده ست
عندها 12 بنت، لا عندنا واحده ست عندها 42 43 سنه وهايبر متروب ده سرطان. تحبوا تسموها ايه؟ سناء. اول راوند قلنا اسمها سناء كويس، ثاني راوند قلنا اسمها نانسي، سالتهم قالوا اسمها نانسي، ثالث راوند قالوا ما اعرفش ده هتاب ولا لا. انتوا عايزين تسموها ايه؟ عشان نتكلم بس مش عم السادس قدام بيشنت برضه نقول ليليان وسناء. اتفقوا شاهيناز باكينام فوزية. انتوا اكتر سيكشن قال اسامي، احنا مرة هناك قلنا اسم واحد وخلاص اشتغلنا. انتوا ليليا ماشي خلاص نسميها ولا لا؟ عشان في السكشن مش عايزين حزازيات وكده، عايزين حد من بره السكشن. والله انتوا بتحبوا تضيعوا وقت وانا كمان. سميه ايه ونفس اي حد يقول كده؟ فوزية يا دكتور؟ الحاجة فوزية؟ ما كانتش حد لسه عندها 43 سنة بس اسمها. طيب الحاجة اسمها فوزية خلاص عشان السكشن تاني مش جيني. الحاجة فوزية عندها 43-44 سنة وهايبر متروب وست نرجوزة جدا متجوزة جوزها اسمه ايه بقى؟ لما كانت نانسي كان جوزها اسمه وانسي والتانية كان اسمه السيد، ده عايزين جوزها اسمه ايه؟ فوزي فوزية فوزي فوزية عندها بنت وثلاث ولاد. عندها أربعة. البنت في دبلوم تجارة. ولد في إعدادية. ولد في أولى إعدادي. والولد الصغير في رابعة ابتدائي. كويس؟ أشقية جدا. البنت الكبيرة بس. والولاد واحد اسمه محمد رضيع ومروان. ماشي خلاص مش مشكلة. كويسين كده خلاص؟ شيماء بيقولوا شيمو ومحمد بيقولوا لبيه وضيا بيقولوا الدنيا ومروان بيقولوا مروان. خلاص مش مشكلة. هم أشقياء جدا وغالبينها في عيشتهم. كويس؟ فالست دي قلنا هايبر متروف ونرموزة. الست فوزية. فالست فوزية ديت متنرفزة جدا والولاد وانت ذاكر وانت عندك امتحان وانت عندك كلام من ده وامشي وتتنرفز وتيجي على اخر اليوم انا مصدعة انا مش قادرة انا خلاص تعبت وتعبتوني وزهقتوني في عيشتي وتقوم داخلة نايمة كويس صداع صداع فات يوم صداع صداع ليه كده. المهم في يوم من الايام كده جاء الاستاذ فوزي قال لها بصي بقى احنا نروح مع بعض كده النهارده تيجي في الولاد ونروح مع بعض السينما. تحب تروحي تخشي فيلم ايه؟ نروح فيلم يعني رومانسي كده ونقعد نهدى كده ونسمع. راحوا ايه بقى؟ راحوا سور 3 راحوا ريفرنت اي حاجه بقى ده انتوا مش معقول. المهم خدها وراحوا الشركه كويس وهم في السينما بالليل الدنيا ضلمه ومناظر الرعب ابتدت الريفرنت وقاعد يطلع بتاع ويخش جواه وكده ايه ده مش عارف ايه. طلعت من السينما من هنا لا يا سي فوزي انا عندي صداع ومش قادره وبعدين انت ايه الحكايه ده انا شايفه الدنيا الوان 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 الوان. يقول لك خلصنا فيلم الوان 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 كويس. فطالعه بتشتكي بصداع كده وطالعه تشتكي بهالوز اوف لايت كويس طبعا تشتكي بشويه هيدك وهالوز اوف لايت مع الاكسايتمنت ومع الضلمه. ده اللي احنا بنسميه البرودرومال ستيج. يبقى البرودرومال ستيج في عيان نارو انجل هايبرمتروبيا مع الاكسايتمنت والدايلاتيشن اللي موجود هيبتدي البلد بريشر يترفع شويه
ومع الرايز بتاع بريشر يعني شويه كورنيا القديمه تديني هالوز اوف لايت. كويس. طيب رجعوا البيت استريحت شويه، دخلت نامت اتحسنت تمام. فالبروجرام ستيج ده يبتدي كل مره كده كل شهر شهر ونص يجي لها القصه دي، تاخد شويه نوفالجينا ولا حاجه كنتولار ولا اي حاجه حاجه كده عشان البين وتستراكي. ابتدى مع الوقت القصه دي تزيد عليها، بدل ما هي مره كل شهر شهرين، لا ده ابتدت تجيلها في الاسبوع مرتين ثلاثه، وتفضل مصداع وموتوني وتعبتوني واجري يا ولد وخلي بالك منهم يا بنت، مشكله كبيره. كويس. دخلت في ستيج يسموه كرونيك انستابيليتي. يبقى في الاول البروجرام ستيج اللي هو بروجرام توك كده، وبعدين تخش في ستيج اوف كرونيك انستابيليتي. الفريكونسي اوف ذا اتاكس از مع الاكسايتمنت مع الداركنس، لغايه ما تيجي في يوم تخش في اتاك وتكمل، يبقى دخلت في اكيوت اتاك. هتبتدي تشتكي بايه؟ تيجي تشتكي الحقني يا سي فوزي، انا خلاص مش قادره، عيني هتفرقع، سيفير بيرستنج بين، سيفير اجونايزنج بيرستنج بين، عيني هتفرقع ونظري مش شايفه بيها خالص، ماركت ديفيوشن اوف فيجن، هالوز ممكن تشوف هالوز اكتر وريد اي. كويس. يبقى في ماركت ديفيوشن اوف فيجن والهالوز، لو هتشوف هالوز جامد اوت والسيفير اجونايزنج بين اللي موجود. طب نعمل ايه؟ لا انا مش قادره، لا ده شويه وبتتكلم معاه اخ بطني بتوجعني، لا انا برجع الحقني انا بموت بطني بتتقطع. طب نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تعالى بسرعه نروح على استقبال البيت. ماشي. اكيوت ابدومين سيفير ابدومينال بين، مش قادره تالت كده مع الهيدك والفوميتنج على طول. كويس. تعال نروح استقبال البيت. جت الاستقبال كشفوا عليها، احس هنا احس يمين بين تندرنس ريلو، مش عارفين ايه القصه، دخلها طوارئ جراحه، خش يا ست طوارئ جراحه، دخل طوارئ جراحه قعد يبص يمين يبص شمال وعماله تستفرد، لا دي اكيد ابدومين واحنا مش لاقيين حاجه، عايزين نفتحها اكسبلوريشن. عايزين اكسبلوريشن نشوفوا دي رابشرد فيرتيك ولا رابشرد ابيديسايتس ولا ايه، وخلاص وجاردينج وكل القصه ده والبومتي ولا اكسترنال اوبتراكشن ولا ايه في الصدر. جه واحد امتياز كان كده ابن حلال كان بيحضر رمض، قال لهم بس خلي بالك ما هو هي في بومتنج وعندها هيدك برضه، ما هو جايز انكريز انترا كامبريشن. طب احنا قبل ما ندخلها كده نبعت لبتوع الرمض يبصوا لها الفندس جايز عندها في القديمه، ما هو بتعمل برضه بومتنج وسيفير هيدك، هيجي بقى ده واخد بقى جراحه اعصاب وكلام من ده يقول لك انكريز هو بلغ الرمض. تعالوا انا قبل ما ندخلها نفتح لها بطنها، بص لنا هنفتحها عندها في بلديما ولا حاجه فوق ولا عندها حاجه في بطنها، ونخش بقى ونسبلور بقى ونشوف القصه. يجي بتاع الرمض كان بيحضر رمض كويس، يبص عليها شوف لنا الفندس، يجي يبص على الفندس، الفندس ايه اللي انت بتبص عليه ده؟ ده اكيد اتاك. اكيد اتاك بتاعت ايه؟ بتاعت انفستد بالكوره، ده احنا ما هنفتحها يا عم، عندها كيف قد لا لا انسى انسى انسى، هات لي فوق، بعتها لي فوق على الرمض. بس تطلع فوق على الرمض يلاقي الفايندنجز فيها ايه؟ او ايه الساينز اللي شافها فيها؟ في الاكيوت اتاك. نمره واحد على ايدي هنبتدي بالترتيب، مش اكيوتي ماركت ديمج تنزل لهنوي بالترتيب عشان ما ننساش. الليد ممكن الاقي فيه ليت اديما انسويت. اللاجري مع الباريس ما فيهاش حاجه، الاكس راي ما فيهاش حاجه، اخش على الكونجكتيفا ماركت سيلياري انجكشن. يبقى عندي سيلياري انجكشن. اخش على الكورنيا كورنيال اديما. كورنيا هيزي اند ايديمز زي دي. بعد الكورنيا في ايه؟ انتير تشامبر. انتير تشامبر شال. الايرس ما فيهوش حاجه دلوقتي بس خليه معايا. دي حاجه
حاجه من الحاجات اللي ما فيهاش حاجه دلوقتي بس هنخليها معانا. بعد الايرس البيوبل. هبص على البيوبل. The pupil is dilated vertically oval non-reactive. It is characteristically dilated vertically oval non-reactive. ليه vertically oval؟ صح. يبقى هي vertically oval علشان the fibers of the sphincter pupillae are not of the same density all around. كويس؟ فهي اكتر في حته. هو اساسا الدايليتيشن ليه؟ اللي يكريز بيدرا اوكي بريشر بيدي اسكيميا اوف ذا سيكتر. الاسكيميا اوف ذا سيكتر بيدي فعشان ان ايكوال ديستريبيوشن اوف سيكتر بيبيلي فايبرز فممكن تبقى اوفر ايشن. يبقى بيبل دايليتد فيرتيكال اوفر نون رياكتف. اللينز مفيش حاجه دلوقتي نركها على جنب. يبقى احنا رجعنا على جنب ما قلناش عليهم حاجه. الايرس واللينز هنقولهم دلوقتي. الانتراوكيولار بريشر از ستوني هارد عالي يطلع 70 يطلع 80 كتير. لو بصيت على الفندس وانت تشوف الفندس والحقول القديمه والهيز اللي موجود اهو كابينج مش هتبقى كابينج ما يلحقش يحصل ده. بس ممكن لو الدرجات بشر عالي قوي ممكن الاقي سم سورت اوف ارتيريال بارسيشنز. هو انا بحس البارسيشنز واشوفها امتى؟ لما البريشر بتاعي لما اجي اقيس الضغط انا قفلت كله ابتدي يحصل اشوف البارسيشنز امتى؟ لما البريشر يقل اقل من سيستوليك على طول. يعني هو 120 بقى 118 هبتدي احس او اسمع البارسيشنز. فالنقطة أنا بصيت الفندس ولقيت البالسيشنز باينة يبقى معناها إيه؟ معناها إن الكرة بريشر عالي قوي بقى قريب من السيستوليك بتاع الأرضي. والسيستوليك بتاع الأرضي جوه هاوي سنتر. إحنا 120 في هنا بس السيستوليك سنتر الأرضي هاوي 65 70 ملم بس. لأنه صغير ما بيوصلش 120 بس 70 فالأذن إنها لو ما لقيتش أرتيريا بالسيشنز يبقى عدى 70. ده اللي داخل في ارض الكلوجر مشكله كبيره. لو لسه راجع بالسيشنز يا دوب يبقى معناها البريشر واصل بين السيستوليك والدايستوليك. وانا بشوفه ان لو هو نزل تحت الدايستوليك ما بقاش فيه، انا بفضل اسمعه لو نزل على السيستوليك لغايه ما يجي على الدايستوليك يروح. فانا البريشر جوه تقريبا 70 50. فلو هو شايف بقيه البالسيشنز يبقى البريشر معناها انه ضيف 72. بس. طيب يبقى دي كريتيكال بيكتشر اوف ذا اكيوت اتاك. مهمه جدا. بتسال كتير نظري وشفوي كل حاجه. نيجي على التريتمنت اعمل لها ايه؟ يبقى دي تو اسكيميا اوف ذا سفنكتر باي هاي بريشر. جيت العيانه شفتها ودخلتها. ماشي يا فوزيه الحقني الوجع التبقيع دخلتها نمره واحد وعليها نمره برضه هما بيجمعوا كلهم حوالي 10 نقط. فكل واحده تقريبا بيبقى عليها نص. نمره واحد هوسبيتاليزيشن. نمره واحد هوسبيتاليزيشن لازم تتقال. نمره اثنين الست دي ان اجونايزنج بين وعماله ومش راكزه وعماله وتخبط يمين وشمال يبقى عاملها سيديشن. دي حاجه ست تاديها. دي حاجه ست تاديها. اكيد كونجستيف جلوكوما او اكيد انجل كلوجر جلوكوما ذا تريتمنت از اسينشالي سيرجيكال. التريتمنت اتس ا سيرجيكال بروبلم. بس الميديكال تريتمنت از تو كنترول ذا اكيوت اتاك. يبقى انا الميديكال بس عشان اكنترول اكيوت اتاك بس هتعمل عمليه. تمام؟ يبقى انا التريتمنت ذا اكيوت اتاك عاملها سبتلايزيشن هديها سيدي. نمره ثلاثه انا عايز اقلل الانتراوكيولار بريشر باي اول مينز. باي اول مينز سيستميك ولوكال. اديها ايه سيستميك؟ بس هديها حاجات دي هايدريتنج ميجرز عشان اعمل شيك الفيترس وانسحب لي الميه من الفيترس والفيترا كفرشر ينزل. فبديها ايه؟
او هايبرتونيك او 25% جلوكوز. الجلوكوز العادي 5%، لكن لما دي 25% رابيدلي بيسحب هايجروسكوبي يسحب فايبر، فدول ممكن ياخدوا انترافينوس. بس خلي بالي دول بيكوشس ان دايبيتكس، خلي بالي منهم في الدايبيتكس اللي دايما يقول وال 25% جلوكوز. ممكن اديها حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ يوريا، اورال يوريا، بحيث انها تقلل لي برضو از هايجروسكوبيك دي هايدريتنج ميجرز، او جليسرين. عارفين جليسرين؟ جليسرين عارفين جليسرين؟ خدتوا انفوزو؟ جليسرين اشربها جليسرين، بس جليسرين بيبقى على اللبس لانه مسكر قوي، بس ساعات يحطوا عليها ليمون او برتقال. انا بديها جليسرين عشان ما استفرقش زياده. بس. او ان انا اعمل لها مغنيسيوم صافيت ادم. مغنيسيوم صافيت ادم. دي في حاجه في الترابيزس، حاجه في اورال او مغنيسيوم صافيت ادم از دي هايدريتنج ميجرز. طيب هل اديها سيستميك حاجه ثانيه؟ اه ممكن اديها سيستميك كربونيك انهايدريز انهيبت. اسف ايوه لو هو اوراتورك او سيدا ميكس كويس سيدا ميكس عشان اقلل السكريشن اوف ريكويست ده اديها سيستم اقول حاجه فيها ده سيستم لوكال اديها ايه؟ اديها اللي بنديه حاجات تقلل الانتراكم بريشر نمره واحد فايلو كاربين فايلو كاربين ايه فايده البايلو كاربين؟ البايلو كاربين از باراسيمباتو مايميتيك بيأكت على السويت تايم فين؟ وانا عايز اكله ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ الميكانيزم اوف ايه اللي حصل يعني عمل الرايز ده؟ حاجتين اول حاجه انا عندي العين هايبر من فوق فهي شايل اوكسيمي تمام؟ طول ما البيوبل في مكانها الدنيا ماشيه كويس مع اكسايتمنت ومع الداركنس كويس البيبل بتبتدي تبقى دايريتد مع الدايلاتيشن في الشالو انتيريور تشامبر بيحصل سام سور اوف ريليتيف بيبلري بلوك فمع ريليتيف بيبلري بلوك ده اوكي بدل ما هي عند جوه كده بتكون مريحه في شالو انجل بتكون ملمسه اكتر فتدي ريليتيف بيبلري بلوك ريليتيف بيبلري بلوك هيعمل شويه ايز بومين تقوم قافل زياده فدي اول واحده تاني واحده مع الدايلاتيشن الايس بيبقى كراودد بره يعني انا لو الانجل عندي كده الايس عامل كده كويس مع الدايلاتيشن الايس هتلاقيه بقى كراودد ايس كراودد الى بريفري ومع الشالو اي سي اللي كانت موجوده فالاريا اوف كونتاكت اللي موجوده هنا بقت اكتر فبتعمل لي ايس موجوده في حاجتين ريليتيف بيبلري بلوك مع سلايت ايرس بومبي واثنين الدايليتد بيبل بيعمل لي اوفر كراودنج اوف ذا ايرس اند بريك يوم سلد يوم التنشن يعني فانا الهدف عايز اقفل البيبل عشان اقلل كراودنج واقلل ريليتيف بيبلري بلوك فبحط له فايلو كاربين كل خمس دقائق وبعدين لمده ربع ساعه وبعدين كل نص ساعه المهم الفايلو كاربين ما استعملوش من الاول لازم استعمل دي هديت ميجرز دي الاول ليه؟ لا مش عشان كده عشان لو التنشن عالي واصل فوق ال 70 ده سفينتر از اسكيمي ويل نوت ريسبوند تو بايو كاربين مش هيرسبوند يبقى لازم استعمل دي هديت ميجرز دي والحاجات الثانيه بحيث تنزله لي اقل من 35 30 ساعة ما يوصل 35 30 اخش بالبايو كاربين هو اللي ممكن ساعتها هيجي لكن في الاول في الخمسينات والسبعينات مش هيشتغل بايو كاربين خالص تمام احط له حاجه لوكال تاني اه ممكن اللوكال تاني اللي استعملهم غير البايو كاربين ان انا اجيبه بيتا بلوكرز عشان اقلل انتراكا بريشر او كربونيك انهيدريز انهيبيتور دروبس وهيكونهم دلوقتي في الكوبيتانيا الجلوكوما ممكن اجيب حاجه تاني لوكال اه يبقى فيها سم سورت اوف انفلاميشن فممكن استعملها في الانتي ستيرويد ايكوس ستيرويد دروبس
عشان في ألم في انفلاميشن موجود تقلل الانفلاميشن. يبقى انا استعملت سيديشن، استعملت سيستميك دي هايدريتنج ميجرز، استعملت لوكال بايو كاربين اند لوكال اي او بي ريدوسينج دروبس، استعملت كاربونيك اثيرادريس سيداميك سيستميك وستيرويد دروبس. وبعدين عادة الانجل الاكيوت اتاك بتبريك، الاكيوت اتاك بتكون فكه حتى كلها 6 ساعات 8 ساعات بتكون فكه تفك. هيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل السيريا جنكشن يقل، كورنيا القيمة تبتدي تريح اختفت، بيبر تبتدي تقفل، تراكم بريشر ينزل، ست تهدي. اعمل لها ايه في الوقت ده؟ لا، قبل ما اعمل سيرجري لازم اعمل حاجه اللي هي ايه؟ بعمل جونيوسكوبي. بعد ما كورنيا كتير يبقى السيرجري هنا الستيب اللي بعد كده ومهمه جدا، اعمل جونيوسكوبي. طيب الجونيوسكوبي ده هشوف بيه ايه؟ هشوف بيه الانجل. لو دي فيرست اتاك، لو دي فيرست اتاك واتعدت بسرعه الدنيا فكت، بص على الجونيوسكوبي والشبكه في الشيمبر ديت هلاقيها رجعت والانجل لسه مفتوحه، يعني نو اكستنسيف بريفرال ديلوسانيك. احنا قلنا ان الانجل لو فضلت شالوا فتره هيبتدي يحصل بريفرال ديلوسانيك، حته صغيره كبير. لو لقيت نو اكستنسيف بريفرال ديلوسانيك يعني حته اللزاق مش موجوده او مفيش تلزيقات بره، يبقى معناها ان الدرجه مش ورك ممكن تعالج المساله ديت، وان الاكوس ممكن يعدي، بس عالجها ازاي؟ باي تي اي اللي هي هنا باي ونص نو اكستنسيف بريفرال انتيروسانيكيا، يبقى هعمل لها بريفرال ايريدوتومي ايزا سيرجيكال اور ليزر. ليزر بريفرال ايريدوتومي، اجي منخرم فورم كده بالليزر ممكن استعمله بقرب الليزر او يجي ليزر بريفرال ايريدوتومي. ليه؟ to establish a communication between the posterior chamber and the chamber. عشان ايه؟ عشان حتى لو وسعت شويه وبقى فيها ريلاتيف بيبلري بلوك، يعني فاكرين لما قلنا ان في ايريس بومبي، وعشان افك الايريس بومبي ده بقوم خارج الايريس عشان في كويس يطلع قدام، فاحنا هنا برضه ويز ذا ريلاتيف بيبلري بلوك يبقى في سم سورت اوف ريلاتيف ايريس بومبي، فانا اعمل لها بي اي بحيث ان هو قفل، ما قفلتش الدنيا ماشيه مش هيحصل لي الف وكده. ايريدكتومي ماشي، سيرجيكال ايريدكتومي انا بشيلها، ليزر ايريدكتومي بس هي سيرجيكال ايريدكتومي ليزر ايريدكتومي. تمام، ده لو ما كانش فيه اكستنسيف بريفر اديشن. بصيت لقيت حصل اديشنز واكستنسيف بريفر اديشن، يبقى معناها ان حتى لو عملت بريفر ايدكتومي الايكوس هيطلع مش هيعدي، يبقى ساعتها لازم اخلق سكه ثانيه. السكه الثانيه دي ان انا بعمل لها رابيك ديكتومي، بخلق سكه ثانيه رابيك ديكتومي. تمام، خلاص كده يبقى انا عملت لها عمليه. اروحها ما اروحها، لسه في حاجه، لسه في حاجه. العين الثانيه قبل ما تمشي وتخرج من المستشفى اعمل لها في العين الثانيه بروفيلاكتيك ليزر ايريدوتومي. يبقى اعمل لها ليزر في العين الثانيه، اخرج لها الفورم ده من الاول عشان ما تخشش في الاكيوت اتاك، لان هي ممكن تخش في العين ديت وفي العين الثانيه لو ما تعالجتش وفي العين الثانيه كمان لو ما تعالجتش. يبقى ده التريتمنت اوف الاكيوت اتاك، ابتدي بالهوسبيتاليزيشن وانهي بروفيلاكتيك ليزر ايريدوتومي في العين الثانيه. هتجمعهم كده بيتقسموا 10 نقط بخمس نمر. تمام؟ لا 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 ايدكتومي مجرد انا هعمل فورم بس. عشان نورمالايز البريشر ما بين البوستير تشيمبر والتي تشيمبر. فمش هيكون لي ايس بومي خالص. لكن الايكوس اللي هيطلع هيطلع في الكيميكال شوك عادي. بيوبل او من الفرن والدرجه مش ممكن معديها مكملاها، لكن التكنيك مش شغاله، فانا هحتاج فرن جديد فتحه جديده.
كلمه سيريال انجكشن نفس القصه. الست فوزيه بقى جالها اتاك. نرجع لها بقى دي سكه انها دخلت المستشفى. جت الاستاذ فوزي قال لها تعالي روحي المستشفى. قالت لا مستشفى ايه؟ انا هاخد لي حاجه كده تهديني وبعدين ده الاولاد عندهم امتحان بكره. نستنى. الست المصريه حملت اسامي. كويس نستنى بكره. هو انا ههدى ان شاء الله. قامت داخله وخدت البتاع وربطت راسها وحطت 10 سات جنيه بقى مش 10 سات دلوقتي وراحت ربطت راسها جامد ودخلت وراح استريح. مع الوقت يوم يومين كده لوحدها الدنيا بتبتدي تقل. الترايس ده بيبتدي يقل شويه بيرجع فرق دي بقى بتقل شويه بتخش في سب اكيوت ستيج. في سب اكيوت يبقى ما فيش كلها بس على الاقل الفيجن بيتحسن، كوريا دي بتحسن، الانجكشن بيتحسن، الموفمنت بترجع شويه، دخلت في صف اكيوت ستيج. ما تعجلش يبقى انت رجعت اتحسنت ومشيت، ممكن يجي لها تكتك تاني، وقت. والبريفنت دي سيئه هتبقى اكتر. او انها بتخش في كرونيك ستيج. الكرونيك ستيج بقى بيبقى فيه ايه؟ الكرونيك ستيج بيبتدي يبقى فيه نمره واحد يفضل فتره طويله. يبقى في البريفري هلاقي البريفري كله سليم. اكسبنسيف بريفكتيشن. هنيجي مع اللي هيحصل لنا. حتتين قلنا وما قلناهمش اللي هم ايه؟ هو الايرس واللينز. ديت اما اعمل جولوسكوبي كويس؟ اما اعمل جولوسكوبي في الستيج ده جولوسكوبي اللي فوق ديت هلاقي فيه الانجل في الحته دي هيبقى وبيبقى. هلاقي البني في الابيض فيها سبير والبني دي مفتوحه. بس في حته مقفوله هنا. فدي نو اكستنسيف بريفرنت يوسري. فدي لو عملت لها بريفرنت الكتروني هتمشي. بص على كله طبعا. هنا السيليكيا حته ده انا مفيش البني الثاني مش معقول كل حته ديت اكستنسيف بريفرنت يوسري. فدي هعمل لها سيرجري. طب هنا. جينا بقى دخل في الكرونيك ستيج. قلنا بصيت هلاقي بريفرنت يوسري هي اكستنسيف. الايرس اللي كانت اسكيميك هيوريني باتشز اوف ايرس قد ايه؟ احنا كنا قلنا لسه الايرس خلوني على جنب شويه. فهلاقي في باتشز اوف ايرس قد ايه؟ ليه موجوده كده؟ اي بيجمنتد باتشز ريجولار باتشز اوف ايرس قد ايه؟ البيومن ممكن يبقى برضه دايركتس يبقى زي ما هو واللينز اللي انا ما كنتش شايفها هتبتدي توريني كاتاركتس. كومبليكيتد كاتاركتس. الكومبليكيتد كاتراكت اللي قلنا ممكن ياخد تو فورمز. اول حاجه ان هو الفورم بتاعه يبقى ان ذا فورم اوف سكتد انتيريور سكتد بلاستس يسموه جلوكوم فليكن. جلوكوم النايم فليكن يعني بوكس فليكس يسموه جلوكوم فليكن. او ان لازم تخش بقى في كومبليكيت كاتراك كاتراك. الحاجه اللي زيها كده الانتيريور سكاترز موجوده معاها كمان ممكن تبقى موجوده في ايه؟ في الترو دايابيتك كاتراك يسموه سنو فليك كاتراك. الدايابيتكس اللي هم تايب 1 دايابيتس وان كنترول يجي لهم كومبليكيشن في اللينز يسموه سنو فليك كاتراك. يبقى زي ده كده. سكاترد انتيريور سكاترز باستس اللي هي ممكن في الاول شويه لو عالجته تروح. فدول حتتين الانتيريور سكاترز باستس الجلوكوم فلاكن بتاعت الريزيدوال كده وال سنو فليك جلوكوم فلاكن. جلوكوم فلاكن اللي هي دي اللي هي الانتيريور سكاترز باستس الصورة ديت ده بيوبل ماشي اللي هنا في البيوبل هتبقى لينز دول فاستيز موجودة انتيريور سب كابستر في اللينز دي اللي هي مع ال بوست اكيوت هايدروجر يس الكاتراك كونتيجنت كاتراك يدوي تفكيرات ويزدر هو بعد لازم يتابوليزم حاجة بص هنا يس في الريزيديوال بتاع كرونيك. حاجه بص هنا في باتش اوف ايرس هاتو كده. يبتدى
ابتدى يبقى اللينز جري شويه، وهنا عامل بريفرال ايريكت. هنا ايه اللي موجود هنا؟ في ايريدكتومي، في اكستنسيف باتشز اوف ايس اتروفي، وفي بدايه كاتاركت. ايماتشور ولا ماتشور؟ حاسس عايز تسكيني بالبريشر العالي. ده كابيلرز اللي سبلاي من الايرس البريشر عالي عندها. بقت اسكيميا. جزء منها مات. استرويد ده واحد ما تعالجش وطلع الايرس كتير لفتره طويله موت الايرس. بقت الايرس اتروفيك بالمنظر ده. ده ايه؟ ده عامل اريدكتومي. لا دي مع بلابجلكتومي. تعمل معايا بلابجلكتومي. لا لا هو دخل في كرونيك وما اتعالجش وعمل عمليه بعد كده. الجلوكوم فليكنج بالذات والسلو فليك، بس ممكن الجلوكوما نفسها تدي بوسيوس كابسولا برضه. دي بتاعت بحد ذاتها اللي هي ممكن تحصل فيها، ممكن يحصل التاني، لكن لو لقيتها بتاعت التالت بتاعت ريزيديو وتوباكيوز. برضه فيكتشر تانيه لايريس اتروفي، ودي ليزر ايروباتومي المعموله. واللينز فيها ايه؟ مع ان في ايريس شادو، مش في ايريس شادو؟ باين في ايريس شادو. في ايريس شادو كانت ايريس شادو. شور. طيب يبقى ده دخلنا في كرونيك. اخر حاجه في كرونيك ولا في ريفرنت تير سانيكا باتشز اوف ايس اتروفي كومبليكيت كده جلوكوما تسكابي وفيه تشينجز زي الاوبن اهل الجلوكوما. ما خلاص ده عادي يضرب فاكشن فتره طويله، فما انساش اقول ان هو ابتدى ياثر على الاوبتيك ديسك والفيجوال فيل زي البرايمري اوبن اهل الجلوكوما. طيب احنا قلنا سيرجيكال تمام؟ وسيرجيكال قلنا احنا بنعمله بريفر ايدكتوري. بريفر ايدكتوري لو هو with no excessive preference في شانيكيا او في بروفيلاكتيك في العين ده. لو excessive preference في شانيكيا الحته دي اتسدت يبقى لازم اجيب له سكه ثانيه. السكه الثانيه دي بسميها ترابيكيلاكي. الترابيكيلاكي دي عباره عن ايه؟ الايس ده ممكن
الانجليزي ده. فهو عامل بالفرق دي في الحته دي عشان الايس ما فيش ممكن احتاج رفعت البروجكتايل وبعدين جبت السكيرة كنت رافع لاميلا سكيرة تاني سكيرة كده كنت رافع لاميلا سكيرة تاني فالبيت ده بقى سكيرة رفيعة وقدام عندي ترابيزة جنب شوية الإنتاجي أو شايل حتة ترابيزة جنب شوية ترابيزة فتحت الفتحة الأيرس اللي بيسدها فبعمل بيه الفرق ده عشان ما يجيش أيرس يقوم تاني كده بعد ما خلص الكلام ده هقوم مرجع السكيرة بلاك مكانها عملها كده تمام ومرجع الكونتاكت دايركت بحيث الدرينج يجي لي منين؟ من البوستيريور تشامبر ايدر تو ذا بيوم الكورداكتومي يطلع لي من الترابيكيلكتومي على سب سكليرال لاميلر على سب كونتاكت دايركت ويبقى ابزورب من الكونتاكت دايركت بلاد فيسلز شفتها مش كلها لا لا انا عايز مركز بقى نص هنا اول حاجه وليه كده انا بفتح الكونتاكتايبه الكونتاكتايبه ديت مقلوبه على الناحيه الثانيه يعني انا فتحت الكونتاكتايبه كده خدت انسيجن في الكونتاكتايبه كده وقلبتها الناحيه الثانيه بالكورس وبعدين تيجي تاخد انسيجن لاميلا كده في السكيره ممكن مثلث ممكن مربع نص ممكن هاف سيركل وبعدين هاجي للمثلث ده هبتدي اعمل له لاميلا في السكشن اللي هو المثلث السكيره ده يبقى انا رفعته المثلث السكيره وبقى عندي ده البيت اللي هو دخلت بيه لغايه الليمبس اللي هو ده الكورنيا الكلير ودي السكيرا يبقى انا عندي الترابيكا المشوار هبتدي هبتدي اعلم الترابيكا المشوار هي الحته الجزء ده كده 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 واجي اقوم قصصها يبقى انا حصيت حته الترابيكا المشوار اللي هو الخرم ده تمام قصتها هلاقي تحتيها الايرس هو عامل بريفر ايدكتومي بعد ما عملت بريفر ايدكتومي جزء السكيرا اللي كان موجود ده اقوم برجعه تاني واعمل له سويتش وبعدين اقفل الكونتراكت في الاخر بظهر حته الكونتراكت كده وفي بريفر ايدكتومي بقى هنا يبقى دي ترافيكيلكتومي في سكوتر فيلتر يبقى هي ريموفال من برضه الترافيك ده مش فور اندر الاميلا سكيرا فات اند بريفر ايدكتومي الايكوس هيعدي يبقى في تشامبر ايدكتومي على السب سكيرال البلين ده على سب كونجكتايفل على درينج من السب كونجكتايفل بس ماشي لو حته دخلت في الجناب ده كمان شويه ما قلناش لا لو في حته مكمله تاني ما فيش لا 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 مش الاساسي الاساسي بقى مش الفتحه اللي احنا عاملينها حد هيقول لي طب ما انا ده انا سكيرا عامل لاميلا في الابن وجيت حطيتها طب ما هو هيهيل تاني صح صح هم لو بيهيلوا بيفرزوا بتقفل مش انا بخلطها بقطعها كده وبعدين برجعها كده بتقيل وبتقيل سبيشالي في الاطفال الصغيرين وفي اللاكس وفي الريكارد بتقيل اكتر والفيروس السكري اكتر عشان كده بستعمل معاهم حاجات انتي مايكرو اللي هي مثلا 5 يوريوراسيل 5 اف يو او مايتومايسيلز كويس بديل سيرجر كده بلمس الاجداد كده بحيث ان هو انهبت الفيروسات دي ان هو ما يلحقش يفضل تمام يبقى ده كده تعمل كده انا مش شايف لايف سكول مش شايف عليه ازاي ده في البريفري بس اهي زي كده انا بداية سيكشن بس انها مقطوعة كده بس انا مجرد ان انا شفت الحتة الاديت كده المنظر بتاع الترابيكيليكتومي بيبقى كده ان انا شايف العين كده فيها بريفر ايتكتومي والجزء الفوقاني ده بتاع الكونجكتايبا از ريزد باي ذا ايكوس يسموه فلترنج بلاب فلترنج بلاب اللي هو المنظر اللي هو بيبقى لحد الجلجوم عامله كده اللي هو ايكوس تحت كونجكتايبا تمام اسمها فلترنج بلاب مع يس مش مهم انا الاكواس هيطلع لي من الخرم الكبير اللي فتحته كويس ويصرف لي تحت الكورنر بتاعي يس يس كويس هنقول حته ثانيه احنا
يا سي ساكت. احنا قدامنا 10 دقايق. 10 دقايق بالظبط. كوردانيتال كوربوغن. هي احنا فاضلنا بس الفيد تشيز. كونجنتال جلوكوما تريتمنت از اسينشالي سيرجري. كبيره سيرجري. اللي هو هنعمل ايه؟ هنعمل جونيوتومي فجونيوتومي استراتيجيوتومي. لو ما نفعتش فهديها استراتيجيوتومي. كويس؟ ما نفعتش استراتيجيوتومي بحط ويز مايكومايسن سي او 5 امين. ما نفعتش بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها drainage devices. drainage devices يعني ايه؟ يعني انا باجي معيش صوره هنا دلوقتي معايا drainage devices زي ما بعمل لما بجيلك كده. لا انا بجيب حاجه يسموها احمد فالف بحط تحت الكونجكتيفا الفالف ده وطالع منه تيوب كده رفيعه بدخلها في فورم في الاتيو تشيمبر. والتيوب ديت الفالف ده له اوبننج بريشر وكلوزنج بريشر عاده من 8 ل 11. يعني ايه؟ يعني لو البريشر جوه العين عالي عن 11 يقوم الفالف يفتح ويسرب الايكوس سب كونجكتيفا. وهم بيعملوا ديسك كبير كده بيدوروا على الديسك و تيوب الجسم في الكونجكتيفا وتشوف في الاتيو تشيمبر. عالي عن 11 مصرف في الايكوس ده. قل عن 8 يقوم قافل عشان ما يخشش العيان في هايبو. فده يبقى هو زي احمد فالف او وات ايفر اني تايب اوف فالف. ما نفعش الكلام ده. ترابيجيلكتومي او درينج ديفايسز. ما نفعش درينج ديفايسز بستعمل سايكلو ديستراكتيف بروسيدر. يعني ايه؟ بقلل السكريشن اوف ايكوس باي ديستراكشن اوف ذا سيلياري بروسيسز. ازاي بعمل لها ديستراكشن؟ بعمل لها ديستراكشن باي كرايو باي دايثيرمي باي الترا ساوند باي ليزر. كويس؟ تمام؟ يبقى سايكلو ديستراكتيف بروسيسز. ما نفعش الكلام ده والعيان دخل في ابسيوت جلوكوما وبين. والاند ستيج بتاعي بقى اي كلوجر برضه بعد الكرونيك ان يخش لو بي ال والبريشر مش مستجيب. يبقى هعمل له ايه؟ ريترو بالبر انجكشن اوف البو. بس ده انا محتاج ان انا اكرره كل خمس شهور. ما ينفعش الكلام ده لاين بينفول اي لا انكليشن لاين بينفول اي انكليشن. في هنا ريترو بالبر البو. يبقى ده الباث واي بتاع الكونجنتال جلوكوما. الباث واي بتاع الانجل كلوجر جلوكوما برايمري انجل كلوجر جلوكوما. قلنا التريتمنت از اسينشالي سيرجيكال بس لازم قبليها فور ذا اكيوت اتاك ميديكال كنترول صغيره. ميديكال كنترول صغيره بس السيرجيكال هي الاساس. السيرجيكال هعمل حاجه من حاجتين. ايزر ليزر او بي اي يعني بريفر ايدكتومي ليزر او سيرجري. لو نو اكستنسيف ساينيكيا او فيلو اب او لو في اكستنسيف ساينيكيا هعمل طريقة. تمام؟ يبقى احنا الكلام اللي قلناه في الاكل اجل كلوشر بالفوق حد ميديكال تريتمنت في الاول وفي الاكل التاني. اسينشالي سيرجيكال. السيرجيكال لو نو اكستنسيف بريفرنتي سيرجيكا هعمل بي اي بريفرنتي. والفيلو اي هعمل فيها بريفرنتي. لو في اكستنسيف فيلو اي العين التانيه. بروفيلاك. لو في اكستنسيف سيرجيكا هعمل ترابيجيلكتومي على طول. ما نفعتش مايتومايسين. ما نفعتش هعمل درينج ديفايسز او فالف. ما نفعتش سايكلو ديستركتيف بروسيجر. ما نفعتش
عشان يجي احوش التنفيذات من عبوله احوش على السكه دي عبوله ها سايكل ديستركتيف سايكل ديستركتيف انا اللي بيسيب كيك والسيليار بروسيسز والسيليار بودي انا اي ويل ديستروي ذا سيليار بروسيسز هدمر السيليار بروسيسز باي كرايو ان انا ابلاي كرايو على السيليار بودي فريز وثو على السيليار بودي ايه ده مش هيعمل سكريشن بعمله عاده نص بس نص اعمل سايكلو كرايو ابلكيشن على النص بحيث اقلل شويه سايكلو كرايو سايكلو دايثيرمي سايكلو التراسونيك استراكشن او سايكلو ليزر سايكلو فوتو ابلكيشن ان انا بعمل فوتو ابلكيشن سيريال لا كرونيك اكسبنسيف بروفلاكتيك العين الثانيه بعملها بي اي قبل ما يقوم فاضل ترابيديوتومي كونجكتا بس الكرونيك تركك وبعدين رينج ديفايسز ايه ده؟ السيكونس ده اللي احنا قايلينه تاني يا جماعه بالراحه عشان بس ليه؟ ميديكال كونجكتا التاني اللي احنا من هوسبيتاليزيشن في الاول وبعدين تريتمنت از اسينشالي سيرجيكال سيرجيكال ده قلنا ويل ديبند اون جوليوسكوبي لو جوليوسكوبي نو اكستنسيف سينيكيا يبقى هعمله بريفرال ايديكت لو في اكستنسيف سينيكيا هعمله بريفرال ايديكت وما انساش اعمل ايدوتوبي في العين الثانيه بالليزر تمام ما نفعتش ترابيكيلكتومي بستعمل مايتومايسين والكلام اللي معاه ما نفعش يبقى درينج ديفايسز درينج ديفايسز او فالز ما نفعش سايكل بروسيديوز ما نفعش ريتروبابل انجكشن في لاكيشن البرايمري اوبن انجل جلوكوما برايمري اوبن انجل جلوكوما بس البرايمري اوبن انجل جلوكوما لو هقول على برايمري اوبن انجل جلوكوما اتس ان اوبتيك نيوروباثي ذيس از نفس ذيس اوف ذا اوبتيك نيرف اوبتيك نيوروباثي ان ويتش increased intraocular pressure is a strong risk factor. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان هو ممكن يحصل لي optic nerve affection with normal tension or low tension. يسموها normal tension glaucoma or low tension glaucoma. عشان كده rising intraocular pressure is a major risk factor. بس ال disease اساسا is an optic nerve. طيب ال primary glaucoma هي لوحدها كده. بتحصل بعد ال 40 في ال old age السيمتومز فيك مش معروف بالظبط ايه اللي بيحصل الميكانيزم بتاعها حاجه من حاجتين الاوبتيك نيروبس ده بيحصل ازاي حاجتين ايدر ميكانيكال ثيوري او فاسكولار الميكانيكال ثيوري انتراكتر بريشر بيعلى يقوم ضاغط على الاوبتيك نيرف يدمج باي بريشر النيرف اكشن او فاسكولار ان هو يعلى يقوم مقصر على البلاد فيسلز اللي سبلاينج الاوبتيك نيرف فايبرز يقوم حصل لها ده هو ايه اللي بيحصل في الكلام ده ما حدش عارف بس هو بيبقى some sort of obstruction down through في الترابيزة مش في حاجة غلط ده برايمري هي وحدها برايمري لا مش اي باثولوجي اكسوري هورت نيرس مين نيوروبي كويس لا جلوكوميتس نيوروبي ده في تايب كده جلوكوميتس نيوروبي في الفيلد بتاعه طيب حلو سؤال بنقول في ثلاث حاجات بشوفها الانتروكا بريشر الفيلد الديسك انتروكا بريشر الفيلد الديسك كويس انتروكا بريشر بقيسه والنورمال رينج بتاعي ايه؟ النورمال رينج من 10 ل 21 باي افلانيشن الاندنتيشن اكتر منهم باثنين من 12 ل 24 تقريبا والافرج كده من 15 ل 16 ده النور فانا بقيس الانتراكتر بريشر المفروض ان هو يبقى في الرينج ده بس مش فيصل الوحيد اللي ممكن يبقى في الرينج او نور الحاجه الثانيه الفيلد تشينجز اللي بتسكت كويس هي دي اللي فيها ايه الكلام حطوه النهارده لو تنشن يعني ايه؟ يعني انا اقيس الانتراكتر بريشر احنا قلنا النورمال بتاعي من 10 ل 21 ممكن يقيس ويطلع نورمال بس يحصل له التشينجز بتاعت الجلوكوما فيه عشان هو الديسك مش مستحمل
البريشر العالي فلازم ينزل على كده يسموها لون فتنشن جلوكوما اور لو تنشن ايه الفيلد تشينجز نقولها ونتكل على الله عارف ان كده هيفضل لنا ايه في حته لازم نسيب لها حته كده من غير جاح المسابقين اصلا انتوا هتاخدوا الريتم مش كده والدكتور عامل حاجه يعرفوا الريتم الخميس احنا مراجعه المسابقين محاضرات يعني احنا بنست يعني احنا دولكم معاكم النهارده الريتم اللي هو لسه مخلصين لو خدت وقت كبير بودروما انا معاك وقت كبير بودروما وممكن المره الجايه نلقط الحاجات الثانيه بقيه البليفرايتس على بقيه الحاجات اللي بالجلوكوما الاوبتيك ديسك مع الاوبتيك نيرف والنيورايتس يعني كده طيب بس هقول لكم الاوبتيك ديسك تشينجز ايه عايز في تشينجز في الجلوكوما ونعمل عليه كده ان برضه سؤال مهم شفوي ونظري كل حاجه عشان ما انساش ديجل بس كويس ما انساش دي تريتمنت اوف برايمري اوبتيك انجل جلوكوما از اسينشالي ميديكال از اسينشالي ميديكال كويس از اسينشالي ميديكال وبفولو اب ميديكال تريتمنت بثلاث حاجات ان انا لازم العيان ما استعمل له ميديكال تريتمنت دروبس او سيستميك اقيس له البريشر كل شهر دي نمره واحد نمره اثنين لازم اعمل له فيلد على الاقل مره كل ثلاث ست شهور واشوف الاوبتيك ديسك تشينجز هما الثلاثه رقم بريشر وفيلد وديسك يعني رقم بريشر على الاقل مره كل شهر الفيلد من ثلاث لست شهور الاوبتيك نيرف من ثلاث لست شهور ده تبعه in case of failure of medical treatment يعني بديله ثلاثة درجز ماكسيمم وبيحصل لي الانتراكمبريشر ما بينزلش او في progression of the field او في progression of the optic nerve يبقى he is not controlled medical يبقى الاساس medical والبارامترز بتاعتي انتراكمبريشر وفيلد واوبتيك ديسك في progression or no control للثلاثة ببتدي اعمل some sort of surgery يبقى الاساس عندي في هنا بدي السيرجري بعمل حاجتين حاجه يسموها ليزر ترابيكولو بلاستي يبقى دي واحده ليزر زي الليزر اللي هنا ده ليزر ترابيكولو بلاستي والحاجه الثانيه السيرجري اللي هي ترابيكيليتومي تمام ما ينفعش الترابيكيليتومي احط فايبر فيو ومايكروميسن ما ينفعش الكلام ده اخش على درينج ديفايسز ما ينفعش درينج ديفايسز اخش على السايت كونستراكتد بروسيدور ما ينفعش الكلام ده دخل في ابسيوت يا ريت له بره انجكشن يا ريت يبقى السكه هي هي تمام يبقى دول الثلاث سكك بتوع الثلاثه ديزيزز دي السنسري سيرجيكال هتمشي ويجمعوا ترابيكيليكتومي ونازل بعد كده واحد هنا ميديكال صغيره سيرجري كبيره يا مدى الليزر يا مدى تخش على ترابيكيليكتومي هنا ميديكال كبيره سيرجري ليزر طريقه الباسكي مش التفصيل دلوقتي عشان تاخدها المره الجايه تجيبوها وتروها او ترابيكيليتو على طول كويس يبقى ده السكيم فور سيرجري للجلوكوما سكونجنتال وبرايمري وسكندري البرايمري وفوبن وكلوز السكندريز هتبقى برضه مش كتير مش هارد بس التريتمنت از تريتمنت اوف ذا كوز ونفس القصه دي او بنات في حاجات ثانيه ايه الفيلد عشان نروح بس لو حطيتوه وديروه له عشان افهم الفيلد لازم اشوف النيرف فايبرز هاجي من هنا عشان مش تكتب علشان افهم الفيلد ده الاوبتيك ديسك تمام النيرف فايبر داخل الاوبتيك ديسك السيم تمام لو انا قسمت الديسك كده وهنا في الفوبيا الماكينه يبقى ده تمبرال وده ديسك النيزل فايبرز بتخش دايركتلي في نص الجسم الرئتي يعني بتخش النيزل فايبرز بتخش طيب واخده نص الجسم تبقى كده تمام الماكيولار فايبرز بتخش عشان تطلع في الاوبتيك نيرف بتخش
في تلت ديسك سيركمفرنس. ده تلت. يبقى النزل داخله في نص والماكلر داخله في تلت. يبقى فاضل لي قد ايه من الحته اللي فوق دي والحته اللي فوق ديت؟ فاضل لي قد ايه من السيركمفرنس؟ نص زائد ثلث يساوي عامل مشترك 6 3 زائد 2 يساوي 5 على 6. يبقى فاضل لي سدس، صح؟ سدس في من هنا حته ومن هنا حته. يبقى الحته دي 1 على، برافو عليكي، 1 على 12، 1 على 3 1 على 12 و1 على 12. تمام؟ اللي هي حته صغيره الابر تمبرال دي واللور تمبرال. ده بيخش فيها بقيه التمبرال فايبرز كلهم. اللي هي جايه كده، كل التمبرال فايبرز الباقيه كلها. تمام؟ يخشها كل بقيه التمبرال فايبرز كلها. ادي بالونه. دي مش بالونه، دي قربه مقطوعه. ها؟ اللي هي ديت؟ ديت الماكلة فايبرز. اللي هي الماكلة. أنا فاضل لي 5 دقايق والله. ده إيه؟ هو إيه اللي ده إيه؟ ده النيرف فايبرز وهي داخلة الأوبتيك نيرف. النيرف فايبر بتاعت الريتنا. نيرف فايبر لير وهي داخلة الأوبتيك نيرف عشان تعمل أوبتيك نيرف. نيزل فايبرز بتخش ده النيزل. النيزل فايبر بتخش في نص. الماكيلر فايبرز لوحدها بتخش في التلت. بقيه التمبرال سايز كله بيخش في 1 على 12 اللي فوق وال 1 على 12 اللي تحت. بحيث انهم ريسبكتنج ذا هوريزونتال ميريديان. يعني مش هتقعد تجيب من هنا وتتلف عند كده. لا، بيخش كده. وريسبكتنج الهوريزونتال ميريديان ده بيتقابلوا في حته يسموها الهوريزونتال رافي. كويس؟ ار اي بي اتش. هوريزونتال رافي. كويس؟ الديستريبيوشن ده مهم جدا. طيب اكتر حته الفايبرز فيها مزنوقه انهي حته؟ اللي هي حته الابر تمبرال دي واللور تمبرال دي اللي فيها نص تمبرال فايبرز فوق تمبرال فايبرز تحت. دول فايبرز مزنوقين قوي. فدول اول حاجه تتاثر ويذر باي ميكانيكال ثيوري او باسكال ثيوري. يبقى اول حته هتتاثر اللي هي الحته دي، ده مزنوق قوي. ايه اخر حته تتاثر؟ الماكله، لان يا دوب الماكله دول كل شويه صغيرين دول بتوع الماكله واخدين تلت السيركمفرنس، فالفايبرز مريحه خالص. فايبرز مريحه. زودت البريشر انا مريح، لكن التانيين دول مزنوقين، مزنوقين وهتزود عن البريشر كمان هيبقوا هم اللي افكتد. هيجي بينهم في السكه النيزل فايبرز. النيزل فايبرز داخله في النص، هي في النص ده. عشان كده الجلوكوما العيان الجيش الاكيوتي بتاعته بتفضل للنهايه. ليه؟ لماكل فايبرز ار لاست تو بي افكتد. ممكن يبقى عنده تشيبولار فيلد مش شايف حاجه، بس الماكل فايبرز شايف ست ست. ودي خطورتها ان هي بتبتدي تاثر على الفيلد لكن النظر كويس، فالعيان ما بيدورش على العلاج. الاكيوت انجل كلوجر العيان بيجيب سيمتومز البين. البين ده حاجه حلوه، البين ده حاجه مهمه لان بتخلي العيان يدور على العلاج. لكن الحاجه اللي جايه من غير بين ديت ممكن يجيله هيدي شويه، ممكن يبقى في قرايه يغير بلس بتاعت النير شويه عشان بيبقى عنده سكوتوماتا صغيره هتقولها دلوقتي، لكن الحاجات كلها مش بس. طيب هيحصل لي ايه؟ قلنا اول حاجه هتتاثر الفايبرز اللي هي ابر تمبرال ولور تمبرال. طيب هيحصل ايه؟ في شويه هيكون فاول حاجه بتحصل از ايزوليتد بارا سنترس كتوما. دي سنتر ايزوليتد بارا سنترس كتوما الون دي بارا اللي هي الحته دي. فلاقي حته كده سكتوما في الحته دي يسموها جيرم سكتوما. سكتوما از نون سينج ايلاند. سكتوما از نون سينج ايلاند يعني حته ايلاند كده مش متشافه وحواليها متشافه. كويس؟ فاول حاجه تظهر افكشن الون دي بندل يسموها جيرم سكوتوما اللي هي جيرم
كويس؟ جيرم سكتوم ليه؟ بيسموه في الجيرم اريا. يعني ايه الجيرم اريا؟ انا لو انا عندي سنتر اوف فيكسيشن الماكلا هنا، عارفين الدارتس؟ الدارتس السهم والقوس الدوائر، عندي سيركل كده 10 ديجريز، سيركل كده 20 ديجريز، سيركل كده 30 ديجريز فروم ذا بوينت اوف فيكسيشن. سنتر 10 درجات، 20 درجه، 30 درجه، ده اللي يسموه سنترال فيلد، اللي هو سنترال 30 ديجريز. كويس؟ الاوبتيك ديسك اللي هي البلايند سبوت موجوده في الحته دي، اللي هي عند من 12 ل 15 درجه، من 10 فيلد. كويس؟ في الاريا دي كده. يبقى انا الباند اللي موجوده هنا كده، الباند اللي موجوده هنا كده بتبقى موجوده في الجرب اريا، يعني ايه؟ اللي هي الاريا ديت. From 10 to 20 degrees from the point of fixation. يعني في الحته دي. اوكي. يبقى في السكتومه اللي تحت الجرم سكتومه دي 10 20 30. يبقى the first to appear is an isolated paracentral scotoma in germ area from 10 to 20 degrees from the point of fixation. وليه؟ عشان هي ديت اللي طالعه من الديسك في المكان ده. اللي هي بند لو كانت مكملة. يبقى دي اول حاجه. لا ده اللي العيان بيشوفه الفيلد ايفكت. الفايبرز فوق هتبقى تحت. ماشي في الفيلد هتبقى تحت. ايوه. او تحت. ماشي يعني الصوره هي الباندل ديت يا الباندل دي. لا على حسب العيان ايه اللي افكت. كويس؟ لو هي الفايبرز في الحته دي هتجي لي في الفيلد التحتيه. بس علشان انا الماكله تبرا فالماكله داخله في الحته دي فلا فاضل لي الابر تبرا هنا واللور تبرا هنا. ماشي؟ طيب. الحاجة الثانية أنا السبوت دي بقت أفكت، ممكن سبوت تانية تيجي في الحتة دي. أو تسيم مضي. أو هنا. اللي هي تبقى طالعة كده. أو هنا. البلايند سبوت. بيسموها أبورد أور داونورد إلونجيشن أوف ذا بلايند سبوت. واسمها سيدل سكوتوما. يبقى جرم سكوتوما is an isolated paracentral scotoma in germ area 10 to 20 degrees from the point of fixation. Sidel scotoma is an upward or downward elongation of the blind spot. بنفس الدايرة. لأن هي نفس الباندل. في حاجة سيدل تاني. سيدل تيست. إيه سيدل تيست ده؟ بتاع الكورنيال بيرفوريشن. يعني إن في خرم في الكورنيا. بعمل فيه ايه ده؟ ما بعملش انجكشن لا. انا شاكك ان في بيرفوريشن، ان في خور، عايز اتاكد منه. باجي احط نقطه فلوريسين وما بغسلهاش. بحط العيان على الستيك لاب. وببص الكوبالت بلو فلتر. الفلوريسين اساسا خلاص انا مش هعمل له ستيكينج ولا حاجه. بلونه. باجي ضغطه صغيره على العين ليه؟ لان انا لو شاكك ان في بيربوريشن الاي سي جاز لوست فمفيش ايكوس فانا عايز تو سكويز وات ايفر بريزنت اوف ذا ايكوس بس ما اضغطش جامد لو في بيربوريشن بضغط جامد الدنيا هتطلع كلها عايز اضغط ضغطه صغيره كده عشان في شويه ايكوس يطلعوا من الفرن if I press at the pressure I see flowing of aqueous يطلع لي بجرين كلر لو في بيربوريشن على الدنيا لان هو الفلوسين اساسا لما بيجي عليه ميه بيبقى اخضر زي اللي احنا حاطينه هنا بيبقى اخضر فانا على الستيك لامب اضغط ضغطه صغيره لو الميه طلعت يبقى في فلو اوف ايكوس هيبقى جرين فلو اوف ايكوس ما طلعليش حاجه ما فيش تمام يبقى ده السيدل تيست بتاع الكورنيال بيربوريشن ودي السيدل سكوتوما دي من الحاجات الاثنينات زي ماركوس جان كده ماركوس جان بيوبل وماركوس جان جوينج طيب ممكن
ان البند دي كلها تبقى دروب. يسموها هي لونج فوداسيل، يسموها اركويت سكوتوما. كده بقت البند دي كلها راحت اركويت سكوتوما. سيدل ايه؟ سيدل ابورد اور داون الكونجيشن اوف ذا بلايند سبوت. برضه معرفش شيء يبقى هي هيطلع ما هيطلع على نفس الارقام ده سيم باندل، بس السيم باندل يا خدت الحته دي يا خدت الحته دي يا خدتها كلها هي نفس الحته الابر تمبر او اللور تمبر، او ممكن انها تيجي تبقى افكتنج الباندل دي كده فسموها دبل اركوت سكوتوما. يسموها دبل اركوت، الاركوت الفوقانيه والاركوت التحتانيه. ممكن الباندل الفوقانيه والباندل التحتانيه لما يجوا يتقابلوا هنا يتقابلوا مع بعض خلاص مفيش مشكله، بس ممكن يتقابلوا ما يتقابلوش مع بعض، يتقابلوا مترحلين كده يسيبوا الاستيب اللي موجوده دي. الاستيب اللي موجوده ديت موجوده في التمبرال فايبرز، يبقى هتبقى لي في الفيلد از نيزل ستيب، يبقى يسموها احنا اركويت دبل اركويت ونيزل ستيب، او يسموها روني نيزل ستيب. البندل الفوقانيه جت كده، البندل التحتانيه جت كده، الاثنين مع بعض مفيش ستيب. كويس؟ بس مش شرط. البندل الفوقانيه جت كده، البندل التحتانيه جت كده. ما بقوش مش داخلين مع بعض عدل، بقوا مترحلين شويه مع بعض، فهيسيبوا الستيب دي اسميها نيزل ستيب. في الفيلد هيبان كده. هيبان في الفيلد كده. Effect of affection of
ليزر تايبس، وبعدين يبتدي يحصل كونسنتري كونتراكشن وتفيوز، ويفضل في الاخر سنترال ايلاند وذ تمبرال كريسنت اوف ذا ريمينينج ليزر تايبس. يروح التمبرال كريسنت ويفضل تشوفولار فيلد يروح في الاخر. كويس؟ لو انا بصيت لدول كده اول حاجه هتظهر اللي هي ايزوليت باراسيتاس bearing of the light spot.